أستاذ إبراهيم المصري، في مراجعة سابقة لما كنا نتكلم عن دكتور عبد الله أبو عزة والمقالات التي نشرها، كنت قد قلت إنها نشرت في المجتمع لكن هي كانت قد نشرت في في الشهاب. الشهاب. نعم الآن بعد ما راجعت التواريخ أنا وجدت إنه أنت الشهاب كانت تصدر حتى عام 1975، صحيح. بعدين ما عادش في عندكم صحيفة لعام 79، في 79 أصدرتم الأمان وما زالت تصدر حتى اليوم، وكنت أنت رئيس تحريرها وما تزال ربما. أمري إلى الله. هي مجلة الأمان رخصت سنة 78 وصدرت أول سنة 79 مجلة سياسية أسبوعية، تعطلت قليلا لكن استأنفت وهي تصدر بشكل نظامي حتى الآن الحمد لله. الآن في زمن الإنترنت والناس بتصفحوا الإنترنت، هل تجد جدوى أنه تستمر في الصدور؟ تأثرت كثيرا، ليست الأمان فقط، يعني كل المجلات، كل المطبوعات، كل الإعلام الورقي تأثر إلى حد كبير. لكن وجهة نظري على الأقل أنه الإنسان يعني بيقلب صفحات على الإنترنت، أما إذا أراد أن يقرأ ويستوعب فينبغي أن يقرأ. طيب في عام 2006 أصبحت النائب الأمين العام للجماعة الإسلامية، وفي نهاية 2009 بداية 2010 أصبحت الأمين العام للجماعة. في هذه المراجعة أود أن تقدم لي وللمشاهدين إذا تكرمت شرحا للحالة الإسلامية اللبنانية. يعني نحن تكلمنا عن عباد الرحمن وكيف بعدين نشأت الجماعة الإسلامية، لكن هناك تعبيرات أخرى للحالة الإسلامية في الساحة اللبنانية. نعم سيدي، الساحة اللبنانية ساحة حرة، والوجود الإسلامي فيها وجود تجذر الآن. طبعا أنا أقول أن الجماعة أول مجموعة إسلامية ملتزمة بالخط الحركي الإسلامي، نشأت وما تزال مستمرة في لبنان وموجودة على كامل الساحة اللبنانية. هذه ميزة فريدة لا تتمتع بها أي مجموعة إسلامية أخرى. برز حزب التحرير بالساحة اللبنانية لكن بقي يتمتع ب يعني نخبة قليلة من الناس، لم يستطع أن يكون حركة شعبية. كذلك في مطلع الثمانينات بعد انتصار الثورة الإسلامية بإيران، أحد أخواننا الشيخ سعيد شعبان أنشأ حركة التوحيد، وحركة التوحيد ضمت عناصر مؤيدة لياسر عرفات وعناصر إسلامية عادية، لكنها سرعان ما تفككت إلى مكوناتها الأساسية. وبعد وفاة الشيخ سعيد شعبان بقي أحد أبنائه رئيساً لفرع من حركة التوحيد، والشيخ هاشم مقارة رئيساً للفرع الآخر. فالأستاذ فتحي رحمه الله أنشأ جبهة العمل الإسلامي ضمت هذه المجموعات أو بعض هذه المجموعات، وما تزال هذه المجموعات تلتقي من حين لآخر، لكنها تتميز بأنها يعني تسير في الخط الذي يرسمه حزب الله. معروف أنها حزب الله يمولها أو إيران بالأحرى، وهي لا تجد ضيرا في هذا، وتمارس أداء سياسيا مؤيدا لتوجهات الحزب على الساحة اللبنانية. الجماعة الإسلامية هي الفصيل الإسلامي الوحيد الذي مارس العمل السياسي وحقق نجاحات فيه، وما زال حتى الآن محتفظا بتميزه واستقلاليته، وقراره سيد نفسه، لا يتبع لأي جهة ولا يقبل أي ضغوط من هذا الفريق أو ذاك. يعني أنتم لا توافقون على من يقول بأنكم تحسبون على تيار 14 آذار؟ لا أبدا، وأبرز دليل على هذا أننا في تجمع 14 آذار الذي أقيم هذه السنة يوم 13 آذار يوم الأحد، الجماعة أعلنت أنها لم تشارك ولم نشارك لا في الحضور ولا في الجمهور ولا في أي معلم آخر. لا، الكل يدرك الآن أن قرار الجماعة مستقل 100%. يعني حكومة 14 آذار، حكومة
التي ترأسها الرئيس سعد الحريري، الجماعة لم تمنحها الثقة، امتنعت عن التصويت في البرلمان اللبناني. فموقف الجماعة متميز ومستقل، وهذا ما لا يعني يماري فيه أحد. هذا يقودنا إلى موضوع ربما الناس اللي من خارج لبنان يسمعون كلاما عنه ولا يستوعبون الصورة، وأنا لا أنكر أنني واحدا، لا بأس تفضل، أنني واحد منهم. موضوع الاصطفاف الطائفي، وهذا تعمق أكثر بعد اغتيال الحريري رحمة الله عليه، رفيق الحريري. يعني 14 آذار ما أخذ معه معظم السنة، هكذا الصورة تبدو من الخارج، والمجموعة المناوئة له ما أخذ معها معظم الشيعة، والمسيحيون منقسمون بين هذا وذاك. ولهذا سألتك إنه أنت يعني أنتم لا توافقون على من يقول أنكم ضمن هذا الاصطفاف، أين يأتي موقفكم بين هذا الاصطفاف الطائفي؟ يا سيدي، في الانتخابات النيابية الماضية تحالفنا في موقع واحد مع تيار المستقبل في بيروت، مقابل أن يمنحنا أصواته في بيروت انسحب مرشحنا في صيدا لمصلحة الرئيس فؤاد السنيورة، واستمر مرشحون في بقية عدد من المناطق مرشحين لم يحالفهم الحظ لكنهم استمروا مستقلين. في الانتخابات البلدية الجماعة حققت مكاسب على تيار المستقبل في عدد كبير من الدوائر، يعني مثلا المدن الرئيسية جرى تقسيمها بين القوى السياسية، وكانت الجماعة ممثلة ببلدية صيدا، بلدية بيروت، بلدية طرابلس. أما مثلا على مستوى بلديات الشمال الأخرى، أخواننا يعني تصارعوا مع تيار المستقبل على بلدية القلمون مثلا وحققوا فيها نجاحا، أخذوا البلدية بكاملها الرئيس والأعضاء. ببلديات الضمنية أخذوا عدة بلديات، أكبر بلدة في عكار ببنين أخذها مرشحو الجماعة من تيار المستقبل. فالموضوع بلبنان الذي يتابع الشأن السياسي يدرك أن الجماعة مستقلة، لكن هذا لا ينفي أن هناك تعاطفا سنيا غريزيا مع تيار المستقبل، وأنا أرى أن هذا بانتظار صدور القرار الاتهامي بجريمة اغتيال الرئيس الحريري. من سيكون متهما؟ في الفترة الأولى اتهمت سوريا، بهذه الفترة القناعة العامة أن حزب الله هو المتهم باغتيال الرئيس الحريري. قد يكون هذا صحيحا وقد لا يكون، لكن تيار المستقبل عنده لائحة تحالفات لا ترتضيها الجماعة، يعني هو حليف القوات اللبنانية ومجموعة من القوى الأخرى التي لا تقبل الجماعة أن تتحالف معها لأنها لا تشاركها الرؤية السياسية. وبالتالي فنحن علاقتنا مع تيار المستقبل فقط وليس مع 14 آذار مستمرة، وهناك لقاءات دورية تعقد معهم. الفريق الآخر بالنسبة لحزب الله هناك لقاء شهري يعقد على مستوى المكتب السياسي ما بين المكتب السياسي للجماعة والمكتب السياسي للحزب، وهذا النهج مستمر من سنوات طويلة. في الفترة الأخيرة أنعشنا علاقتنا مع بقية القوى، حركة أمل لم تكن لنا فيها علاقة، أنعشنا علاقتنا بحركة أمل وباتت العلاقات يعني مستمرة. فالجماعة تتمتع بميزة لا أظن أن فريقا آخر يتمتع بها على الساحة اللبنانية. لو أخذت مجلة الأمان تجد في الصفحة الواحدة هنا لقاء ما بين عناصر الجماعة ومندوبي حزب الله، وفي الصفحة التالية لقاء ما بين الجماعة وتيار المستقبل. فهذا أمر محسوم بالنسبة لنا ونحرص عليه، ويعني نتمنى من الآخر أن يفهمنا كما نحن وليس كما يحاول الآخرون أن يشيعوا. طيب، هذا الموضوع برضو كان في حتى عهد قريب مرتبط بالعلاقة مع سوريا. نعم. سوريا عندما كانت موجودة في لبنان غير سوريا لما خرجت من لبنان. نعم. فكيف كانت علاقتكم حينها وكيف اختلفت الآن إذا اختلفت؟ يا
سيدي علاقتنا الرسمية، نحن طبعا سوريا هي الجارة الكبرى، ونحن نعتبر أن قدر لبنان واللبنانيين أن يتعاونوا مع العالم العربي من حولهم، وسوريا هي بوابتنا على هذا العالم العربي. في فترة من الزمن داخل سوريا وقعت إشكالية ما بين التيار الإسلامي الإخوان المسلمون في سوريا والنظام السوري، كان هذا سنة 79 و80 وما بعد ذلك. بالنسبة لنا وجدنا أنه طالما أصبحت سوريا هي التي تحكم لبنان فلا بد من ترتيب العلاقة مع هذا الحاكم في الساحة اللبنانية. بآخر سنة 79 جرى اعتقال الأستاذ فتحي يكن رحمه الله أو اختطافه ثم أفرج عنه. بعد ذلك تمت زيارة إلى دمشق، كان فيها لقاء طويل 3.5 ساعات مع الرئيس حافظ الأسد، جرى فيها ترتيب العلاقة. أنت كنت في اللقاء؟ نعم أنا سافرت رتبت اللقاء ثم شاركت فيه. بعد ذلك الرجل قال أنا بعرف أنتم أخوان مسلمين لكن مش بالضرورة أنا فاتح يعني معركة مع كل الأخوان المسلمين، كما يقول السوريون الآن بالنسبة لحركة حماس، يعرفون أن حركة حماس جذورها أخوان مسلمين، لكن توافق المصالح أدى إلى تنسيق ما بين حركة حماس والنظام السوري. يومها الرئيس الأسد حاول أن يوسطنا بإنهاء الإشكالية ما بين النظام السوري والإخوان السوريين. هو الذي طلب الوساطة؟ نعم نعم، نحن كنا ندرك أن هذا سيقع، وطبعا هو نقل إلينا معلومة ما كنا نعلمها تماما. هو قال أنه ما حدث في سوريا الإخوان المسلمين ليسوا مسؤولين عنه. قال هذا؟ نعم نعم، قال هناك مجموعة مروان حديد رحمه الله هي اللي كان تحمل اسم الطليعة المقاتلة لجماعة الإخوان المسلمين، هي التي بدأت المواجهة، لكن النظام رد على الإشكالية اللي صارت بحلب بكلية المدفعية أظن، وقتل فيها عدد كبير من تلاميذ الضباط، رد فكان عنده مجموعة من الإخوان معتقلين فأعدمهم 17 واحد، وفتحت المعركة ما بين النظام وكل التيار الإسلامي في سوريا. فالرئيس الأسد قال أنا أعرف أن الإخوان ليسوا مسؤولين عن هذا، وكان يحمل احترام شديد لرجلين، للشيخ عبد الفتاح أبو غدة وللدكتور حسن هويدي. والشيخ عبد الفتاح أبو غدة جاء إلى سوريا في محاولة من أجل رأب الصدع والتوسط، لكن المحاولة لم تأخذ مداها ثم توفي الشيخ عبد الفتاح. طب الوساطة اللي طلبها حافظ الأسد منكم ماذا حصل فيها؟ يا سيدي يومها كنا تلمسنا هذا الموضوع لدى الإخوان السوريين، ما كان عندهم رغبة بإجراء المصالحة. لا لا، قناعة منهم بأنه لو لم يكن النظام يشعر بضعفه ما كان سيكلفكم بهذه الوساطة. التقينا بهم قبل الذهاب إلى دمشق وبعد العودة، والرئيس الأسد قال أنا أجلس معكم الآن، القيادة القطرية في لقاء وقد تأخذ قرارات حادة، وقال أنه أنا حرصا على دماء الشعب السوري ينبغي أن ننهي هذه الإشكالية وهذه المعركة. على كل حال فيومها الذي يعنينا بالموضوع جرى ترتيب العلاقة واستمرت العلاقة بدون انقطاع. كنا نزور سوريا، كان أيام أن كان عبد الحليم خدام نائبا للرئيس، واستمرت العلاقة حتى بعد خروج سوريا من لبنان. سوريا بوابة لبنان إلى العالم العربي، العلاقة لم تنقطع، فلحنا علاقتنا بسوريا علاقة مستمرة. نتميز بأننا تيار إسلامي مستقل، لا نتلقى تعليمات من أحد، لكننا لا نفتح مواجهات غير محسوبة ولا مصلحة لنا أو لجمهورنا بها. الآن ما يدور في سوريا نعتبره شأنا سوريا، نتمنى لو تحجب دماء الناس في سوريا أن تجري عمليات إصلاح، أن يجري تفاهم على أي حال. يعني كما أننا لم نتدخل
فيما جرى في مصر ولا في ليبيا، كذلك نعتبر أن ما جرى في سوريا ينبغي أن يوضع له حد وأن تنتهي هذه الإشكالية. طيب نعود إلى الساحة اللبنانية تارة أخرى. نعم. ليس الآن فقط في الظروف التي نسجل فيها هذه الحلقة من استقطاب طائفي خانق في العالم العربي، وإنما منذ فترة طويلة لبنان لها نصيب من هذا التوتر ما بين الطوائف المختلفة، وهنا نتكلم بالذات عن السنة والشيعة. في العلاقة التي شرحت لي ما بينكم وبين حزب الله، وطبعا احنا ما تكلمناش عن علاقة ما بينكم وبين أمل، ما أدري هل يعني أيضا توجد علاقة متوازية ولا لا، لكن إلى أي مدى هذه العلاقة يمكن أن تسهم في امتصاص هذا التوتر اللي حاصل، وحاصل على فكرة مش بس على مستوى الساحة اللبنانية، على مستوى الساحة العربية ككل. صحيح، يعني ما هو موجود بلبنان موجود في كل مكان بالعالم العربي، بالخليج موجود بحالة أعلى وفي كل مكان. الإشكالية الزائدة في لبنان هو أن يعني هناك من يتهم حزب الله الآن بأنه هو الذي تورط في جرائم الاغتيالات التي وقعت. الجميع ينتظرون صدور القرار الاتهامي ليتبين الناس الوقائع ماذا سيحمل هذا البيان. الميزة الثانية التي يتميز بها حزب الله هو أنه يملك المقاومة. حزب الله لوحده فصيل مقاوم، يملك السلاح، يملك القدرات، يملك قرار الطائفة بكاملها، الطائفة الشيعية الكريمة. لذلك هناك بعض اللبنانيين يعتبرون أن حزب الله هو الذي أنهى ولاية الرئيس سعد الحريري، وهو الذي كلف الرئيس نجيب ميقاتي. طبعا الظروف اختلفت الآن، لا أريد الدخول بالتفاصيل، لكن هذا التفرد يبدو غير مقبول لدى قطاع من اللبنانيين. نحن ندرك أن قدرنا التعاون مع الإخوة في حزب الله. حزب الله هو التيار المتدين في الطائفة الشيعية، والطائفة الشيعية تمثل ثلث اللبنانيين، فلا خيار آخر غير التفاهم ما بيننا وبين الإخوة في حزب الله. كنت قدمت أنه عندنا لقاء شهري على مستوى سياسي من سنوات طويلة، من الأسبوع الماضي زارنا رئيس المجلس السياسي لحزب الله السيد إبراهيم أمين السيد، قبلها بأيام كنا أقمنا أمسية حضرها السفير الإيراني وأخوة من حزب الله بمناسبة المولد وأسبوع الوحدة الإسلامية، وهذا يدور بشكل دائم. وأخواننا بالمناطق، كل منطقة فيها تداخل فيها وجود للجماعة وللحزب تحصل لقاءات على نفس المستوى. فنحن نحاول جهدنا امتصاص هذه الإشكالية المذهبية حتى لا تتفجر، لأنه لا مصلحة لأحد فيها، والمصلحة الإسلامية أن يتعايش المسلمون سنة وشيعة وأن يتعاونوا فيما يخدم الساحة كلها. طب فيما يتعلق بالطوائف الأخرى والعلاقات معها، طبعا نحن الآن صح الاستقطاب الأكبر والتوتر الأعمق هو السني الشيعي، لكن لبنان متعدد الطوائف، فلو مثلا قلنا على ما علاقتكم مثلا بالدروز، هل في علاقات؟ طبعا منطقة إقليم الخروب فيها تداخل. إقليم الخروب منطقة سنية لكنه جزء من قضاء الشوف، وقضاء الشوف الأغلبية فيه درزية، وزعيمه غير المنازع هو وليد جنبلاط، فالعلاقة حسنة. حتى مع الفريق الآخر، مع طلال أرسلان، هناك علاقة. مع الساحة المسيحية حتى نشعر أن ساحتنا مع الساحة المسيحية ليست كما ينبغي، لكن نحن مشاركون في مجلس يسمى لجنة الحوار الإسلامي المسيحي، الجماعة ممثلة وتقيم فعاليات وتصدر بيانات مشتركة. المشكلة أنه هناك افتراق سياسي مع بعض عناصر هذه الساحة، يعني مثلا القوات اللبنانية والتيار العوني ليست هناك علاقات، لأنه في افتراق سياسي ليس مجرد يعني تباعد طائفي. لكن
نزور البطريرك من حين لآخر، ولنا علاقة مع القوى المسيحية بالشمال مثلا، ما بين إخواننا بطرابلس وإسلامين فرنجية، بعكار ما بين الجماعة في عكار والقوى المسيحية. ميزة لبنان أنه بلد متعدد، وقدرنا أن نتعايش في ظل هذا التعدد. ليس المطلوب تعدد سياسي فقط، وإنما أن نعيش في ظل التعدد الطائفي، لأن هذا ما جعل لبنان بلد حر، بلد فيه حرية سياسية وإعلامية، والناس يمارسون حضورهم العقيدي والسياسي بشكل حر وكامل. الآن بقيت فئة في الساحة اللبنانية ليست لبنانية وتشكل كما سكانيا كبيرا، وهي الفلسطينيون اللي في المخيمات المختلفة. الفلسطينيين إخواننا، إحنا قبل أن تنشأ حركة حماس كان في وجود إسلامي داخل كل المخيمات، وكانوا جزء من الجماعة الإسلامية ويشاركون في كل أجهزتها التنفيذية والشورية. يعني كانت الجماعة الإسلامية كتنظيم إسلامي مفتوحة حتى للفلسطينيين. طبعاً كان في فلسطينيين وفي لبنانيين بدون أي فوارق. طبعاً لما نشأت حركة حماس لابد أن يكون عندها قاعدة تتحرك من خلالها بالمخيمات الفلسطينية، فجرى نقل أو انتقال الإخوة الفلسطينيين من العلاقة التنظيمية بالجماعة إلى العلاقة التنظيمية بحركة حماس، وهذا جرى بشكل نموذجي وبدون أي إشكالية. صحيح هذا أدى إلى أننا خسرنا قطاعا كبيرا من بنية الجماعة، من يعني حضورها السياسي والعددي، لكن نعتبر أن مصلحة القضية الفلسطينية أن تتمتع حركة حماس بقاعدة شعبية بالمخيمات اللبنانية، لأن المخيمات اللبنانية تكاد تكون من أبرز الساحات الحرة اللي بتواجد فيها فلسطينيين. لكن رغم أنه صاروا بإطار حركة حماس، يعني في تواصل دائم ما بيننا وبينهم، وتبقى برامج الدراسة وتعبئة الشباب والتوجهات واحدة ما بين الجماعة والحركة. لأن القضية اللي بتعلق بالفلسطينيين في لبنان وهي الهم مستمر، هي قضية وضع هؤلاء الفلسطينيين ما بين تحسين أوضاعهم وما بين مشكلة التوطين التي تخشى منها مختلف الفئات اللبنانية. ما المانع في أن تحسن أوضاع هؤلاء، وما موقف الجماعة تجاه هذه القضية؟ نحن نبذل كل ما نستطيع من أجل أن يتمتع الإنسان الفلسطيني بكامل حقوقه المدنية في لبنان. طبعا تبقى القضية السياسية، أنت بتعرف لبنان بلد مركب طائفيا، في 300 أو 400 ألف فلسطيني لو امتلكوا، لو اندمجوا بالساحة اللبنانية سياسيا لرجحوا كفة فريق على الآخر، كلهم مسلمين سني تقريبا، وهذا ما يثير حفيظة الآخرين لا سيما بالساحة المسيحية. فالجانب السياسي لينحى جانبا، لكن الجانب الإنساني يجب أن يتمتع الإنسان الفلسطيني بكل حقوق المواطن عايش بلبنان. الخوف من التوطين خوف لا مبرر له. الإنسان الفلسطيني بإجماع الساحة الفلسطينية يقول بشكل واضح أنه يتمسك بحق العودة ولا يمكن أن يفرط به، وأنه لن يبقى يوما في لبنان أو في غير لبنان إذا ما أتيحت له فرصة العودة إلى وطنه الأصلي. لكن هناك من يتاجر بمثل هذه القضايا لتسجيل مواقف. عندنا إشكالية نهر البارد الآن، معركة نهر البارد وما سمي فتح الإسلام قضية كبيرة كانت، وجرى تدمير المخيم. الآن إعادة المخيم قضية متعثرة. الأونروا لا تملك مالا، هناك بالساحة اللبنانية من لا يساعد على إعادة بناء المخيم نتيجة حساسيات، كأنه هذا الإنسان الفلسطيني جاء لينتزع من فم بعض اللبنانيين لقمتهم، وهذا غير صحيح. هناك قطاع كبير من الإخوة الفلسطينيين يعيشون بالخارج. مع الأسف أقول هناك دول غربية خاصة بسكندنافيا وبألمانيا يفتحون صدورهم
للإنسان الفلسطيني ويمنحونه الجنسية، بينما الفلسطيني يشعر بأزمة. بلبنان في إشكالية كبيرة، هناك عدد كبير من المهن ممنوع على الفلسطيني أن يعمل بها. طيب لبنان يستورد طاقات عاملة من كل أنحاء العالم، لو نزلت إلى السوق تجد الفلبيني والبنغالي من كل أقطار الدنيا لا بأس أن يعمل. القضية الفاحشة الأخيرة هي حرمان الإنسان الفلسطيني من حق الملكية، ليس من حقه أن يمتلك شقة بيتا يعيش فيه. طيب كيف نفعل؟ في فلسطينيين يملكون بيوتا أو عقارات أخرى، مات هذا الإنسان يريد أن يورث، في مشكلة. ففي إشكالية بلبنان تجاه يعني هذا القطاع من الناس، نرجو أن تنتهي هذه الظلمات وأن يعيش الإنسان الفلسطيني في لبنان حرا كريما إلى أن تتوفر له سبيل العودة إلى بلده الأصلي. طيب اسمح لي نأخذ استراحة قصيرة هنا ثم نستأنف في الحديث إن شاء الله. أستاذ إبراهيم المصري، تفرغت للعمل الإسلامي منذ عام 64 كما ذكرت لي في مراجعة سابقة، وكنت باستمرار داخل أو قريب من دائرة صنع القرار في الجماعة إلى أن أصبحت أمينا عاما لها. الآن لو استقبلت من أمريكا ما استدبرت، هل هناك مواقف معينة أو قرارات اتخذتها أنت شخصيا أو اتخذتها قيادة الحركة ترى لو أن الزمن عاد بكم كان يمكن أن تتخذوا موقفا أفضل، أو كان من الأفضل ألا تتخذوا ذلك الموقف في حينه؟ نعم، يعني هذا أمر يحتاج إلى مراجعة. سؤال صعب، لأنه القضية كل القرارات التي اعتمدت في الجماعة ليس عندنا قرار شخصي، قرار يقضى عن الشورى وتعتمده الجماعة. أنا أعترف بأنه في مواقف كانت حساسة جدا، يعني مثلا موضوع المصالحة مع سوريا سنة 1980 كان موقف صعب جدا، يعني كان الناس عندهم إشكالية كبيرة في هذا الموضوع، ونحن تحملنا العبء وارتضينا أن نرمم هذه العلاقة حرصاً على المصلحة الإسلامية العليا. يعني كان القرار صعباً في حينه، ولكن لا ترى أنه كان خطأً؟ لا أبداً أبداً. يعني على سبيل المثال، مسؤول اللجنة السياسية عندنا، ما بدي أذكر الاسم، رفض أن يشارك في الوفد الذي ذهب إلى دمشق حتى لا يتهم بأنه فرط في الموضوع. كان حساس جداً يعني، لذلك أقول الموضوع يعني بهذا الجانب، بجانب القرارات ليس هناك ما يمكن أن أتحمله لوحدي. بموضوع المقاومة بلبنان الموضوع كان حساس جدا، البلد كان مقطع، القيادة الجماعة بطرابلس، أخواننا بصيدا معزولين، في بيروت الوضع صعب، فكذلك اعتماد خيار المقاومة الذي اعتمد مركزيا بعد ذلك بالجماعة خطوة لا أندم عليها أبدا. لكن أندم على شيء، أنا من أول حياتي أعمل في ميدان الإعلام، والآن طبعا يقال الإعلام مهمة صعبة جدا، ومهمة يعني الإنسان ينوء بها. الإعلام اللي تعودناه نحن الجيل الذي هرم الآن
إعلام ورقي بات يعني يتجه نحو الأفول. عندما كنا نطبع المجلة نحملها ونحن طلاب ونوزعها على زملائنا على أساتذتنا، اليوم هذه الأيام لا أحد يقرأ، خاصة الإنسان اللبناني. طبعا المثل المعروف أن المصريين يكتبون واللبنانيين يطبعون والعراقيين أو السودانيين يقرؤون، فاللبناني عنده مطابع لكن ليس هناك من يقرأ. أعتبر أن مهمة الإعلام مهمة صعبة، مهمة محوطة الآن بمحاذير كثيرة تنحو مناحي قد توفر للإنسان خاصة جيل الشباب قدر كبير من المعلومات، لكنها الإعلام الحديث لا يشكل ثقافة. لذلك نلاحظ أن هناك بعض الضحالة في التيار الإسلامي الجديد، ليس هناك عمق بالثقافة الإسلامية، لأن الثقافة الإسلامية كما أرى على الأقل لا يمكن أن يحوزها الإنسان إلا إذا قرأ، وهناك من يرى أنه لا يمكن أن يحوزها إذا ما تلقاها من شيخه من منبع هذه المعرفة. فأرى أن الإعلام الذي تعودناه يتجه نحو الأفول، نرجو أن يوفق الله شبابنا لما يحقق المصلحة الإسلامية العليا، لكن ما قدر حصل يعني. لكن وسائل المعرفة والإعلام الحديثة هي التي أنتجت الثورات المعاصرة. صحيح. ثورات الشباب. صحيح. ثورات التغييرية الهائلة هذه. لكن هل توفر ثقافة بعمقها؟ لا أتصور. يعني هذه بحاجة إلى ندوة ما بين الجيل الذي هرم والجيل الذي أتى من بعده. أنا أعترف إنه هي وجهة نظر يعني أصبحت قد تكون متخلفة، لكن نلاحظ أن هناك ضحالة بالثقافة الإسلامية لدى جيل الشباب، وأنه لا بديل عن القراءة، والقراءة لا تكون بأن أقلب مواقع إلكترونية، لا، أن أجلس أن أقرأ في كتاب في مجلة فقط. وأنا دائما أقول لأولادي وأحبائي وأصدقائي، أقول لهم إن القراءة في غاية الأهمية، ودليل ذلك أن الله بدأ تنزيله بإقرأ، لأن القراءة فعلا مصدر معرفة مهم وأساسي. طب الآن فيما تبقى لنا من دقائق، كنت جلست معك مرة جلسة سابقة وحدثتني طرفا من الحديث حول الرجال الذين عرفتهم والتقيت بهم خلال هذه المسيرة، وخاصة نتكلم الآن عن رجال الحركات الإسلامية الذين سبقونا، يعني الذين كانوا الجيل الذي سبقنا. فإذا كنت يعني تتفضل علينا بأن تذكر لي بعض هذه الشخصيات، وخاصة الشخصيات التي كان لها دور مهم أو شعرت أنك تأثرت بها أو حصل بينك وبينها حوار مهم. يا سيدي، بيروت كانت عاصمة الفكر المنفتح، الفكر الحر، لذلك بيروت كان يأمها رجالات العالم الإسلامي من كل مكان. أنا يعني تعرفنا أولا ببداية نشوء الدعوة الإسلامية بلبنان على عدد من الإخوة المصريين، على عبد الحكيم عابدين رحمه الله، كان الأمين العام أو السكرتير العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر من حسن البنا إلى حسن الحضيبي، كان يقيم في بيروت. سجلت معه حوالي 60 ساعة ذكرياته كلها على أشرطة التسجيل، لا أدري أين هي الآن. ولم تفرغ؟ أظن هناك من فرغها، لكن الرجل رحمه الله كان يحمل وجهات نظر خاصة، فلم يرغب البعض بأن يعني تظهر إلى في كتاب أو غيره. والله ثروة هذه لو أمكن الوصول إليها. نعم. الدكتور سعيد رمضان أمضى فترة طويلة في لبنان، كان يصدر مجلة المسلمون من هنا من لبنان. الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله أمضى فترة، وكنا نلتقيه بعد أن رجع إلى دمشق إلى أن قدر الله أن يتوفى. من الساحة الأردنية الأستاذ محمد عبد الرحمن خليفة المراقب العام للإخوان في الأردن، وعدد كبير من الأخوة القدامى، الأستاذ يوسف العظم كان شاعرا وكان من رجال الحركة الإسلامية
المؤسسين الحاج أمين الحسيني على مستوى الساحة الفلسطينية وياسر عرفات ومن كان معه في بيروت محمد يوسف النجار والآخرين الذين كانوا وأبو جهاد الله يرحمه كانوا يحملون الفكر الإسلامي ثم تحولوا إلى الساحة الفلسطينية. اسمح لي استعين بالورقة قليلا. الساحة الأفغانية مثلا كان يزورنا أحيانا جول بدين حكمتيار ورباني وسياف كان يدرس بالأزهر ويمر ببيروت ذهابا وإيابا من القاهرة إلى الساحة الأفغانية. الأستاذ أبو الأعلى المودودي أمير ومؤسس الجماعة الإسلامية في باكستان. الأستاذ الندوي كان يأتينا أحيانا إلى بيروت ويشارك ببعض الملتقيات وفي الساحة المغربية كذلك. طبعا ذكرتني بالأخ الشاعر عمر بهاء الأميري وكان يأتي دائما إلى لبنان وأقام في المغرب بعد ذلك كنا نلتقي به في الساحة المغربية. بالنسبة للساحة السودانية الدكتور حسن الترابي بعض الناس يلتقون معه أو يختلفون معه لا بأس، لكن تعرفنا عليه في مطلع الستينات كان يشارك باللقاءات التي تقع في بيروت ومشاركته كانت فاعلة إلى حد كبير. بالساحة السعودية بإطار رابطة العالم الإسلامي الذين تقلبوا على إمرة الرابطة والذين كانوا يشاركون في اجتماعاتها وصولا إلى الندوة العالمية للشباب الإسلامي التي تأسست كذلك مطلع السبعينات في الرياض كنا شاركنا باجتماعات التأسيس وهناك تعرفنا على عدد كبير من الإسلاميين الذين يعيشون في القارة السوداء في إفريقيا. فأنا أحمد الله على أن العلاقات طبعا لا يفوتني الساحة الكويتية هناك عبدالله العقيل أمد الله في عمره أبو مصطفى و الأخ أبو بدر مطوع عبدالله العلي المطوع وعدد كبير من الإخوان بالساحة الكويتية وكانت الكويت في تلك الفترة واحة للعمل الإسلامي وللعمل الخيري وللعمل السياسي حتى يعني معظم من حملوا هم حركة حماس هم من أبناء الكويت الإخوة الفلسطينيين الذين تربوا بالساحة الكويتية. على كل حال أسأل الله تعالى أن يجزي عني كل هؤلاء وأن يختم لنا بالخير فيعني هذا التراكم أرجو أن يجري استثماره فيما يخدم الحركة الإسلامية والدعوة الإسلامية والعمل الإسلامي وأن يكتب لنا جميعا الخير والرشاد. أمين إن شاء الله. الآن نعود بك مرة تارة أخرى إلى الساحة اللبنانية. إلى أين ترى الأمور سائرة في لبنان؟ نحن شهدنا متغيرات كبيرة وهائلة في المحيط العربي. لبنان عنده ميزة لكن هذه الميزة تحمله أعباء، ميزة الحرية والتعددية السياسية والطائفية تحمله أعباء الانقسام الداخلي، خاصة أن الساحة اللبنانية هذه الأيام تشهد توترات غير مسبوقة. لكن على أي حال نأمل أن يتغلب اللبنانيون بوعيهم وحكمتهم على هذه العقبات التي تعترضهم. لابد من أن تكون في لبنان حكومة تقوم بواجبها تخدم الناس. أنا أتكلم الآن في فترة فراغ بالساحة اللبنانية، نأمل أن تنتهي هذه المرحلة. لا فرق كان سعد الحريري رئيس وزراء أو نجيب ميقاتي أو عمر كرامي، المهم أن يكون في البلد حكومة مركزية تخدم الناس وتساعد المواطن على أن يعيش حرا كريما وألا يضطر لأن يعني ينتشر في الآفاق طلبا للقمة الرزق.
فالوضع في البلد حساس بدون شك، لكن أنا أظن أنه سيكون الخروج منه أمر ممكن بإذن الله تعالى. مقارنة بجيلكم، كيف ترى تقبل الجيل الجديد من شباب الجماعة مع شباب الفئات اللبنانية الأخرى لفكرة التعايش والتعاون والبحث عن الأرضية المشتركة، أم أن البون يتخذ بالاتساع؟ لا، بالنسبة لشباب الجماعة مثل كهولها، نحن في إطار الجماعة لم نكون في أي يوم من الأيام يعني ثقل مركزي على الساحة الطائفية، يعني كنا نقول أننا مسلمون، ما نقول مسلمون سنة أو شيعة، هذا نمط جديد بالساحة اللبنانية، وكانت العلاقة دائما أن نتعاون مع الطوائف الأخرى حتى من الإخوة المسيحيين. فأنا أرى أن أخواننا يعني يتابعون هذا الطريق، وهذا خيارنا كلبنانيين. صحيح الآن في شد، في جذب، في تسجيل مواقف، لكن كل هذا ينبغي أن ينتهي وصولا إلى أن يكون لبنان بلد مستقر. نحن نقيض المثال الإسرائيلي، حتى نكون نقيضا ناجحا ينبغي أن يكون النموذج اللبناني نموذج ناجح، وإلا أن يكون كل 10-15 سنة حرب داخلية وحرب أهلية مهما كانت الأسباب، هذا مرفوض، لأن هذه الحروب لم تحقق مصلحة لأحد، لا أحد استطاع أن يلغي الآخر. حروب الداخلية؟ نعم الداخلية، نحن على حدود الكيان الصهيوني، أن تكون لدينا مقاومة هذا صحيح، لكن أن تكون هذه المقاومة جزءا من الساحة اللبنانية، أن تتفاعل معها، أن تفسح في المجال لكل القوى اللبنانية الحية لتؤدي دورها في هذه المقاومة. هو إيش المانع من أنه يحصل هيك؟ يعني بدل ما تكون المقاومة فقط شيعية ويمثلها حزب الله، لماذا لا تكون المقاومة لبنانية بحق؟ ألا يوجد إجماع في الساحة اللبنانية على أن إسرائيل عدو وأن لبنان مهدد من قبلها؟ يعني هذا الإجماع غير متوفر أحياناً، يعني بيعتبروا أنه طالما إسرائيل انسحبت فانتهى، انتهت الحاجة إلى مقاومة، بينما نحن نرى أن المقاومة حق وواجب، لأن إسرائيل كيان معادي، وينبغي أن يكون اللبناني جاهزاً لمواجهة هذا الكيان الغاصب. لكن الإشكالية أن هناك قدرات متميزة، قدرات كبيرة يتمتع بها حزب الله ولا يتمتع بها الآخرون. جرى ترتيب العلاقة ما بين المقاومة والجيش اللبناني في فترة معينة، جعلت هناك تفرداً في الساحة الجنوبية. على أي حال نأمل أن يتسع، أن تتسع قلوب اللبنانيين بعضهم لبعض، وأن نحتفظ بهذه الميزة، ميزة أن يكون لبنان بلد جاهز لمواجهة العدو الإسرائيلي حسب النموذج اللبناني الذي قيل عنه الكثير بتكامل الشعب والجيش والمقاومة، لأنه جيش بدون مقاومة يتحول إلى حرس حدود، مقاومة بدون مساندة الشعب لها تكون معزولة عن شارعها. فتكامل هذه القوى الثلاثة يمكن أن يؤدي إلى لبنان نموذج ناجح يحتذى على مستوى العالم العربي كله. يعني وكأني أفهم من هذا التوصيف للحالة، لحالة المقاومة، بأن الأمر بيد حزب الله. إذا أراد حزب الله أن يفتح هذه الجبهة لآخرين ليشاركوا فيها فالقرار بيده، وإن لم يرد فأيضا القرار بيده. يعني عملية الفتح ليست مطلقة، أولا موضوع المقاومة بدون أن يفتح حزب الله الساحة لكل من يريد، كل يوم يتساقط عملاء بالساحة الجنوبية، فالموضوع حساس. لكن هناك قوى حية مركبة بشكل نظامي بالساحة اللبنانية، من حقها ومن واجبها أن تتكامل مع حزب الله في موضوع المقاومة. أستاذ إبراهيم المصري، يعني سعدت جدا بهذا اللقاء، ونأمل أن نلتقيك في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى.